بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح عندي هنا حاجة اسمها ويندوز تو جو يو اس بي. دي عن طريقها بقدر اخلي الفلاشة يقوم عليها ويندوز بحيث احطها في الجهاز يشتغل ويندوز من الفلاشة بتاعتي. في المثال انا هشرحه ده هشرح ويندوز 11، لكن هي تنفع مع اي طريقة، اي ويندوز عندي، ويندوز 10، ويندوز 7، اي ويندوز عندي. بمنتهى البساطة البرنامج موجود، الرابط بتاعه عندنا، كل اللي انت محتاجه يبقى عندك السورس بتاع البرنامج هتلاقيه موجود في الرابط في اول كومنت، وهتلاقيه موجود في وصف الفيديو عندي. طبعا عندي كذا اوبشن هنا، ويندوز سجول يو اس بي اللي انا بتكلم عليها، وعندي ويندوز انستليشن ايزو ان انا ازاي اعمل الفلاشة اتسطب ويندوز عادي على الجهاز، وعندي حاجة تانية اسمها ويندوز بي اي لو انا عندي الويندوز بي اي بتاعي اللي هشتغل بيه. تمام، انا هنا هشرح الويندوز سجو الطبيعي اللي انا قصده اشرحه هنا. بمنتهى البساطه هيسالني انت دلوقتي الويندوز بتاعك هتجيبه منين، يا ترى هتاخد الويندوز النسخه اللي انت مسطبها هي دي اللي هتشتغل بيها، اخدها من الويندوز بتاعك ولا عندك الايمج. انا في المثال ده ان انا عندي سورس ويندوز هاخده احطه على فليشه، فكل اللي هعمله ان انا هختار الويندوز بتاعي. في المثال بتاعي ويندوز 11 هلاقي ان مفيش فيرجن في السورس ده. لو انا عندي ويندوز فيه كذا فيرجن هلاقي الاختيار بتاعتي، يعني لو فتحت هنا مثلا فيرجن واحد هختار مثلا كده مجرد مثال ويندوز 10. ويندوز 10 فيه كذا السورس بتاعي فيه كذا فيرجن زي ما احنا هنشوف، هوم اديشن، انتربرايز، بروفيشنال، 64 و86 حسب السورس بتاعي. تمام، فبختار انا عايز اسطب ايه الويندوز اللي عايزه يقوم لايف معايا. فانا هنا هرجع تاني في المثال بتاعي اكمل الشرح، هختار ويندوز 11 اللي هو سورس واحد بس اللي موجود فيه فيرجن واحد، هتسطب على عنه فلاشة، هختار الفلاشة بتاعتي اللي انا حاططها، هختار البوت بتاعي ام بي ار ولا جي بي تي حسب جهاز الكمبيوتر بتاعي. انا في المثال ده هختار ام بي ار فور بايوس اند يو اي اف اي بتاعتي. واهم حاجة هنا هخش اقول له ايه، ليجاسي هارد، شايفين يا جماعة، بس مش اكتر من كده، وهقول له بروسيد ابدأ، وهستناه لغاية لما يخلص خالص، مش هعمل حاجة تانية. طب الويندوز ده هيفيدني في ايه يا جماعة؟ اول حاجة انت في جهاز فيه مشكلة في الهارد بتاعه عايز تخش تشتغل عليها، فبمنتهى البساطة هحط فلاشة أو من الويندوز هشوف الهارد اللي موجود أبدأ أتعامل معاه. أو عايز أشتغل ويندوز لايف، إن أنا مش عايز أسطب الويندوز، عايز الناس تشتغل من فلاشة، يخشوا النت يشتغلوا يشيلوا فلاشة يحطوها زي ما هم عايزين لو ما عنديش هارد ديسك. أخد الوقت بتاعه يا جماعة، طبعا أنا مجري الوقت، كل اللي هعمله هقول له فينش، فكده خلاص السورس بتاعي اشتغل. الخطوة الجاية بقى أنا هحط فلاشة في الكمبيوتر بتاعي وأشتغل عليها، أهي فينش، واحط بقى الفلاشه بتاعتي الجهاز اهو، حطيتها في الجهاز وبقوم الجهاز. ايه اللي حصل يا جماعه؟ ويندوز عادي بدا يقوم بتاعي، مفيش اي مشكله عندي. طبعا بياخد الوقت حسب الرامات بتاعتك، حسب السور بتاعك، حسب الدنيا بتاعتك. بص انا ما عملتش اي حاجه تانية، انا حاطط الفلاشه والجهاز شغال. وعلى فكره الجهاز اللي انا بشرح عليه ده مش سبورت ويندوز 11، فهنتفاجئ ان هو هنا ويندوز 11 ويندوز 11 اشتغل عليه عادي. ولو بصينا يا جماعه على الفلاشه بتاعتي هنلاقي، بصوا ادي اتقسمت جزئين، جزء صغير بتاع السيستم، وبصوا هنا حط لي ايه يا جماعه، حط لي بروجرام فايلز، حط لي يوزرز اللي هو الادمنستريتور اللي هو بيشتغل اللي احنا شفناه اشتغل معانا، كانها هارد بالظبط كده يا جماعه، شايفينها، منتهى السهوله. شكرا.